بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعطيكم العافية. هذا هو فيديو الأسبوع الأول من مادة دراج ديزاين. الهيئة بسبب الغيابات اللي أنا لاحظتها خلال محاضرات الأسبوع هذا، يمكن الغيابات هذه سببها الانشغال بالسحب والإضافة، أو لا يزال الطالب مسافر موجود خارج الأردن. وكمان لاحظت أنه عدد كبير من الطلاب سجلوا متأخر، يمكن سجل يوم الأربعاء أو سجل يوم الثلاثة، ولم يتسنى لهم أنهم يحضروا محاضرات هذا الأسبوع. وبالتالي فيديو هذا الأسبوع رح يكون مراجعة بسيطة للي أخذنا في محاضرتي الثلاثاء والأربعاء، ليتسنى للطلبة اللي غابوا بأعذار ولم يتسنى لهم إنهم يحضروا المحاضرات خلال هذا الأسبوع، ليتسنى لهم إنهم يعني يسمعوا ويراجعوا معانا اللي فاتهم واللي راح عليهم من المادة. ما راح عليهم كتير. هذا الفيديو سيتخلله أسئلة. أرجو من الجميع مشاهدة هذا الفيديو، سواء اللي حضر المحاضرات أو ما حضر محاضرات هذا الأسبوع. أرجو من جميع الطلبة إنهم يحضروا هذا الفيديو، يعني منها مراجعة ومنها الاطلاع على ما فاتهم ومحاولة حل الأسئلة التي سوف تتخلل هذا الأسبوع. بدينا بتعريف الميديسينال كيمستري. طيب دكتورة، قبل ما تعرفي لنا الميديسينال كيمستري، إيش دخل الميديسينال كيمستري في الدراج ديزاين؟ طبعا يا جماعة، في علاقة وطيدة بين الدراج ديزاين والميديسينال كيمستري، حيث أن الميديسينال كيمست ليس بالضرورة أن يكون دراج ديزاينر، ولكن الدراج ديزاينر يجب أن يكون ميديسينال كيمست. تاني، الدراج ديزاينر يجب أن يكون ميديسينال كيمست، ولكن الميديسينال كيمست ليس بالضرورة أن يكون ديزاينر. الميديسينال كيمستري يا جماعة اللي بتعرفوها واللي أخدتوها في الميديسينالات الثلاث، رح تشوفوها بصورة تانية وبمنظار آخر خلال هذا الكورس، حيث أن الميديسينال كيمستري اللي أنتوا أخدتوها في الميديسينالات الثلاث هي عبارة عن إيش؟ الميديسينال كيمستري يا جماعة هي عبارة عن السينثيسز والبريباريشن أوف أدوية موجودة اوريدي في السوق، صح ولا لا؟ وهو ذلك العلم الذي يتتبع الاكشن للدرج، الاكشن الكيماوي وليس الفارماكولوجي، الاكشن كيميائيا. عندما يدخل الدرج داخل الجسم الى ان يخرج خارج الجسم. والميديسينالات الثلاث تتحدث عن أدوية موجودة already بالماركت. طيب، الدراج ديزاين والأبحاث تعرف الميديسينال كيمستري بصورة أخرى. الميديسينال كيمستري هو ذلك العلم المعني ب discovery and design of new drugs and their development into useful medicines. واضح يا جماعة إنه هذا المعنى مختلف تماما عن المعنى اللي أنتوا أخذتوه في الميديسينالات الثلاث. نعم، الميديسينال كيمستري يا جماعة في عالم الأبحاث هو ذلك العلم المعني بالديزاين ومعني بالديسكفري of new drugs. وإذا كان already الدرج بالسوق، لكن يعني بالماركت، لكن هذا الدرج فيه سايد افكت مش حلوه، الديزاينر والميديسينال كيمست مطلوب منهم يعملوا له ديفلوبمنت. فاي درج بينسحب من السوق او بيكتشفوا فيه سايد افكت مش حلوه، بيعملوا له ديفلوبمنت وبيطوروه الى صوره احسن، بحيث انهم يعني يخففوا من السايد افكتس تبعده. طيب يا جماعة، هون طبعا السلايدز بيعرف
الدراجز وبيعرف الميديسنز. طبعا يا جماعة انتوا اخدتوا يعني تعريف الدراجز من قبل وتعريف الميديسنز، لكن هذه خلينا يعني نعتبرها مراجعة بسيطة للي اخدتوه، هو ايش الفرق بين الدراج والميديسن. الفرق يا جماعة بين الدراج والميديسن، الدراج يا جماعة هو الاكتيف جريدينت، هو الموليكيول اللي موجود في الميديسن، هو الموليكيول او الاكتيف جريدينت اللي الكيميكال ستراكشر تبعه بمجرد ما يدخل الجسم هو اللي بيعمل التأثيرات الكيميائية داخل الجسم، وبالتالي الفارماكولوجيكال افكت بتكون ناتجة عنه هو. طب الميديسن، الميديسن يا جماعة هو عبارة عن الفورم كامل للدواء، هذا هو الميديسن، ويحتوي الميديسن لدراج، يعني لدراج جوا الميديسن. نيجي يا جماعة لهذا البند medicinal chemistry involves. المفروض يا جماعة نقول drug discovery involves، لكن السلايد أو الكتاب اللي بنشرح منه فضل إنه يبدأ مشوار drug discovery بالmedicinal chemistry. يا جماعة مشوار drug discovery هو مشوار من A to Z. الديزاينر والميديسينال كيمست ايش موقعهم من الاعراب في هذا المشوار؟ موقعهم من الاعراب هو ايه؟ اذا بدايه مشوار لدراج ديسكفري يبدا هو الديزاينر والميديسينال كيمست وليس احد اخر. يعني لو ما الديزاينر والميديسينال كيمست، ما تأخذوني يعني جماعة الفارماسوتكس وجماعة الاندستريال وجماعة الكلينيكال وجماعة الفارماكولوجي وأي وجماعة الدراج ديليفري وأي باحثين آخرين في عالم الدواء، بعده بكشوا دبان. ليش؟ لأنه اللي بيبدأ مشوار تطوير الدواء واكتشاف الدواء الجديد هو الديزاينر والميديسينال كيمست. بمجرد ما يكتشفوا دواء جديد ويبدأوا مشوار الدواء الجديد، كل اللي أنا ذكرتهم قبل شوي الباحثين ببلشوا يشتغلوا. ما فيش دواء جديد، على إيش يشتغلوا؟ إذن medicinal chemistry involves، واحد هذه number one، getting a substance يعني مادة. لحظة شوي، أي substance؟ لا، هاي substance إلها شرط. إيش هو شرطها؟ شرطها which its structure might has a biological activity. طيب أنا شو بيعرفني إنه الستركتشر أو الكيميكال ستركتشر لهذه السبستانس might has a biological activity؟ ما حدا عنده هذه الملكة إلا الميديسينال كيمست. ما في حدا في عالم الدواء عنده هذه الملكة. بتعرفوا يا جماعة أنه هاي الصفة أصلاً مش موجودة في الطبيب، الطبيب اللي بيعالج. بتعرفوا يا جماعة أنه هاي الصفة مش موجودة بالكيميائي اللي دارس كيمياء بس مش دارس صيدلة؟ هاي الصفة موجودة في الصيدلاني، أنه معرفته بالستركتشر أنه might has a biological activity. هاي الصفة الوحيدة اللي موجودة في الصيدلاني مش موجودة في أي حدا تاني، لا سيما الميديسينال كيمست. كيف يعني؟ يعني إذا جبنا ستراكتشر لمادة وشافها الميديسينال كيمست الموهوب شرواكم وتطلع على الستراكتشر، الميديسينال كيمست من الميديسينالات الثلاث كم سار حفظ؟ عدة سارات، عشرات السارات حفظ، يعني مئات الموليكيولز والستركتشرات حفظ للأدوية. الميديسينال كيمستري والفارماكولوجي بصنفوا الأدوية لعائلات وأسر، وكل دواء ينتمي للفخذ المعين، والدواء العلاني ينتمي إلى الأسرة المعينة وللعائلة المعينة. هذا كلياته in the mind of medicinal chemist. قد ما هو حافظ، بينظر الميديسينال كيمست للستركتشر وبيصير يشبه عليه
ويدور على سار شبيهة بأي سار موجودة بدماغه وحفظها، بيصير يشبه عليه بينه وبين أي ستركتشر هو بيعرفه لأي دواء. فبيصير يقول يا سبحان الله، هاي المادة، هاي السبستانس، الستركتشر تبعها يشبه المادة الفلانية في الإنسد. بمجرد ما الميديسينال كيمست ينطق هذه الجملة بدأ مشوار الدراج ديسكفري. بمجرد ما يقول الميديسينال كيمست أن هذا الستركتشر لهذه المادة تشبه الأنتي كانسر دراج الفلاني، إذن أصبحت هذه المادة its structure might has a biological activity. بدأ مشوار لدراج ديسكفري، لسه ما دخلنا اللاب ولا كشفنا عن المادة ولا تأكدنا من البيولوجيكال اكتيفيتي، لكن بمجرد ما يتنبأ الميديسينال كيمست، وما في حدا غيره بيتنبأ هذا الشيء، شرط انه يكون شاطر في الميديسينال كيمستري، متأسس منيح بالميديسينال كيمستري، ثابت داخل دماغه الستركتشرز اللي حفظها في الميديسينالات الثلاث والسارات اللي أتقنها في الميديسينالات الثلاث، يستطيع الميديسينال كيمست بمجرد أي ستركتشر يشوفه بيقدر يتنبأ له السار، وبالتالي بيقدر يتنبأ المرض اللي بيقدر يعالجه. وفي هذه اللحظة زي ما حكيت بدأ مشوار لدراج ديسكفري، I have a substance which its structure might has a biological activity. وعلى رأي المثل يخلق من الشبه 40، هذه المادة بتشبه الدواء الفلاني، هذه المادة بتشبه الفولترين، يعني هذه المادة this substance might be an NSAID and has anti-inflammatory activity. بس هيك بدأ، هيك بيبدأ الدراج ديسكفري. شايفين كيف الميديسينال كيمست والديزاينر بيبدأوا مشوار الدراج ديسكفري؟ طيب هذه المادة من وين أجيبها؟ هذه المادة يا جماعة مينلي إلها مصدرين، إما النيتشر ناتشورال برودكت أو السينثيسيز. شو قصة يا دكتورة النيتشر وشو قصة السينثيسيز يا دكتورة؟ باختصار شديد، النيتشر يا جماعة مسؤول عنه جماعة الفايتو أو علماء الفايتو والفارماكوجنوزي. شو قصتهم؟ جماعة الفايتو والفارماكوجنوزي بيكتشفوا بلانت، بيكتشفوا نبتة جديدة، وهاي النبتة طبعا بأخذوا منقوعها، بأخذوا الإكستراك تبعها، وبيصيروا يجربوها على عدة تارجتات وعلى الخلايا وعلى الإنفيفو وعلى التيشيوز، بيصيروا يجربوا النبتة المنقوع تبعها، منقوعها أو الإكستراكت أو كذا، بيصيروا يجربوا لحد ما يندلوا على المرض اللي ممكن تعالجه. أوكي، هذا بالنسبة ل جماعة الفايتو. أول ما يندلوا يكتشفوا هاي النبتة بيتصلوا بالميديسينال كيمست طالبين منهم إنهم يحضروا الأكتيف جريدينت للنيتشر. أما بالنسبة للسينثيسز، جماعة السينثيتك كيمستري اللي هم الأورجانيك كيمستري بيكونوا بيدرسوا تفاعل معين، ما لهم مش في الأمراض ولا أقولهم بإشي، بيكونوا بيدرسوا تفاعل معين أو نظرية معينة، أو بدهم مادة معينة، بوليمر، بدهم داي، بدهم أنتي كوروسيف، بدهم، المهم بدهم يصنعوا مادة معينة، فبيخلقوا يعني حتى يعني عشان يخلقوها بيبتكروا سينثيتك روت، يعني بيعملوا تفاعل، هذا التفاعل بيحصلوا من خلاله المادة اللي بدهم إياها، لكن بيطلع باي برودكت، بيطلع مع المادة اللي بدهم إياها، بيطلع معاها باي برودكت اللي هو برودكت ثانوي. هذا البرودكت شو يعملوا فيه؟ يكبوه، بتطلعوا على الستركتشر تبع البرودكت، هم لا بيعرفوا السارات، ما تأخذوني، ولا بيعرفوا استركتشرات الأدوية ولا إشي،
بيتصل بالميديسينال كيميست وبيسألوهم. وهذه على فكرة حصلت في الأردن لما أوصل لأنواع الدراج ديسكفري ونظريات الدراج ديسكفري. رح أشرح هاي القصة إن شاء الله later on. بيروحوا للميديسينال كيميست وبيسألوهم، بيقول لهم شايفين هذا الستركتشر طلع معانا بالصدفة باي برودكت، اطلعوا على هذا الستركتشر احنا عملنا له بيوريفيكيشن، البيوريتي له 99.9، بس شوفوا بنفع دواء بيشبه شيء دواء معين. وبيجي الميديسينال كيميست بيطلع على الستركتشر بيقول يا سبحان الله هذا الستركتشر فيه سار بتشبه سار الانتي كانسر الدرج الفلاني. وبهيك بكون انا هدول مصدرين مهمين معروفين للحصول على سبستانس which its structure might has a biological activity to treat a disease. نلخص هذا البند بالتفصيل بالسلايد التالي. So I have a substance، وهاي السبستانس إلها chemical structure، يعني قدرت أعرف الchemical structure أو الصيغة البنائية إلها. ما هو مصدرها؟ مصدر هذه substance إما nature أو synthesis of new molecules. إذن هدول two main sources to get a new substance from. نيجي يا جماعة على النيتشر، قلنا باحثين الفايتو أو الفارما كوجنوزي بندلوا على نيو بلانت، لنفرض أن هذه البلانت has an anti cancer activity. خلونا يا جماعة لنفرض، خلونا نختار disease target. disease target هنا خليه مرض مستعصي، لا يزال الطب عافانا وإياكم الله، لا يزال الطب وعالم الدواء عاجزين عن إيجاد حل نهائي لهذا المرض اللي هو الكانسر. لنفرض يا جماعة إنه جماعة الفايتو اكتشفوا بلانت which has an anti-cancer activity، إيش بيساووا؟ بيطلعوا من هذه البلانت its extract، يعني بيطلعوا الاكستراكت تبعها. عارفين يا جماعة اللي بالفايتو أخذته بالفايتو، كيف علماء الفايتو وكيف أستطيع أن أخرج الاكستراكت من البلانت؟ إلهم طرقهم الخاصة فيهم، بيطلعوا الاكستراكت من البلانت. طيب هذا الاكستراكت مما يتكون؟ يتكون من عدة مواد. هل بتكون من مادة واحدة؟ لا يا دكتورة. طب شو المواد اللي بتكون منها أي إكستراكت لأي نبتة؟ مثل إيش؟ مرق عليكم إسينشال أويلز. هو إسينشال أويل واحد ولا إسينشال أويلز؟ عدة إسينشال أويلز. الزيوت الطيارة، نون إسينشال أويلز، فلافينويدز، كاربوهيدراتز، إلى آخره. أنتوا عارفين مكونات النبتة الداخلية. بياخدوا هالإكستراكت بعد ما يكونوا حصلوا على كيلو ولا نص كيلو من النبتة، بيطلعوا هالإكستراكت. لما يحصلوا الإكستراكت بيروحوا على separation methods، في إلهم طرق خاصة، أو ممكن يتصلوا بالميديسينال كيميست أو جماعة السينثيتك كيميست ويقولوا لهم لو سمحتوا إحنا عنا إكستراكت لنبتة، لو سمحتوا بدنا يعني نعمل له سيباريشن. أو هم في مختبراتهم البحثية عندهم ميثودز وتكنيكس لعمل يعني سيباريشن للإكستراكت of the plant. بعد ما يعملوا سيباريشن للإكستراكت بحصلوا على الكومبوننتس of the extract. لنفرض أن عدد الكومبوننتس of this extract عددها 28 كومبوننت. لنفرض يعني بيفصلوا كل كومبوننت على حدة، كل مادة في الإكستراكت بيفصلوها على حدة من A to Z. لنفرض أن المادة دي هي المسؤولة عن الأنتي كانسر أكتيفيتي،
لنفرض قديش حيحصلوا منها كيلو جرام؟ قديش حيحصلوا؟ حيحصلوا من كيلو النبات، سواء كان ليفز ولا روت ولا فلاورز، ولا حيحصلوا منها قديش؟ يا دوبك 1 ميجز، يا دوبك والله. اذا 1 ميجز والله بيكون الله راضي عنهم. هاي ال 1 ميجز هل هي تكفي لمشوار لدراج ديسكفري؟ لا طبعا دكتورة. اذا بيروحوا بيجيبوا يعني بيحصلوا كمان كيلو ولا نص كيلو من النبتة، بيطلعوا منها الاكستراكت، والاكستراكت بيعملوا له سيباريشن، والسيباريشن يا جماعة بيحصلوا منه الكومبوننتس اوف ذا اكستراكت، وبيحصلوا كمان 1 ميجز ولا 2 ميجز من الاكتيف انجريدينت في النبتة. بضلوا يعملوا هيك حتى يحصلوا لهم على 10 ملي جرام بس، جاست اللي تكفي، يا دوبك تكفي to know the chemical structure of D، حيث D هي الدرج، حنسميها درج. يا دوبك ال 10 ملي جرام ولا ال 15 ملي جرام اللي بيحصلوها جماعة الفايتو، يا دوبك بيستخدموها حتى يعرفوا الصيغة البنائية الستركتشر الفورمولا او الكيميكال ستركتشر لهذه الاكتيف جريدينت. وبعدين يعني هذه مش حالة كل شوي نجيب لنا كيلو او 5 كيلو ونضلنا نكرر نكرر العملية نكرر العملية عشان نطلع نص ميجز ولا 1 ميجز ولا 2 ميجز، تطلع روحنا عشان هالنتاتيف شو بيساووا؟ خلاص يعني ما. طب دكتورة هم هيك بدأوا البحث؟ في ناس بيقولوا احنا بدأنا البحث، وفي ناس بيقولوا لا لسه مشوار الدراج ديسكفري ما بلش، لأنه شغل الفايتو بنتهي هون خلص. وبعدين نزل الدواء السوق؟ لا، شغل الفايتو بنتهي هون. اكتشفوا نبتة جديدة ونشروا عنها وحكوا لكل الناس وكل علماء العالم ان احنا حصلنا نبتة إلها انتي كانسر اكتيفيتي، وهذا الاستراكشر الفلاني ضمن الكومبوننتس هو المسؤول عن الانتي كانسر اكتيفيتي. ودمتم شو استفدنا؟ كتر الله خيرهم. يعني صحيح الدواء ما نزلش السوق ومشوار الدراج ديسكفري ما بلشش، لكن اللي بيبدا مشوار الدراج ديسكفري الميديسينال كيمست. كيف؟ بيتصلوا جماعة الفايتو بالميديسينال كيمست وبيقولوا له احنا حصلنا دي وهذا الكيميكال ستراكشر تبعه، اتفضلوا مشكورين، اعملوا له سينثيسيس بكميات كبيرة، اتبنوا الدواء، خلص احنا اكتفينا، وقفنا، احنا اكتفينا، خلص نشرنا اننا اكتشفنا نبتة. مين ما بده يتبنى هذا الستركتشر يتفضل يتبنى ويكمل فيه. فهذا أول نوع من أنواع السينثيسيز، سينثيسيز of pure natural product D. لكن لاحظوا يا جماعة ديزاين المركب D هذا ديزاين مين؟ هذا ديزاين رباني من الطبيعة، هذا ديزاين النبتة هي اللي صنعت هذا الديزاين. وبالتالي لاحظ This is synthesis of a pure natural product. ليش دكتورة بيعملوا synthesis of a pure natural product؟ علشان يحضروا من هذه المادة كميات، عشان يحضروا 1 جرام مش 1 ملي جرام، 1 جرام بتكفي وبيزيد حتى يعني يخلصوا كل الانفيفو. اذا صنعوا 5 جرام تكفي بزياده عشان يخلصوا امور الانفيفو كلياتها، وكمان مش بعيد الكلينيكال. اوكي، اذا هذا اول نوع من انواع السينثيسيس، سينثيسيس اوف بيور ناتشرال برودكت. طب دكتوره في سينثيسيس ثاني، نوع تاني؟ نعم، النوع التاني من السينثيسيز اللي هو synthesis of natural product analog أو semi-synthetic compound.
طب إيش علاقة البند الثاني بالبند الأول؟ العلاقة بينهم إنه في البند الثاني المركب اللي بينعمل له سينثيسز هو عبارة عن موديفايد دي. شو يعني دكتورة موديفايد دي؟ أنا أقول لك إن الناتشرال برودكت اللي صنعوه بيكتشفوا فيه سايد إفكتس مش حلوة، عيوب، مثل إيش؟ مشاكل بالسوليوبيليتي، مشاكل باللايبوفيليسيتي، مشاكل بالهيدروفيليسيتي، مشاكل في الستابيليتي، إلي توكسيسيتي معينة أو عالية في بعض الأجسام، بعض الأجسام ما بتتقبلوش بسبب فانكشنال جروبس موجودة بالستركتشر تبعه. بيقوم شو بيساوي الميديسينال كيمست؟ بيشيل الفانكشنال جروب من الديزاين تبع الطبيعة للناتشرال برودكت، بيشيل الفانكشنال جروب المسؤولة عن المشاكل هاي وعن السايد افكت وبيحط بدالها فانكشنال جروبس أخرى. إذا هذا اسمه موديفيكيشن. المادة الناتجة بعد الموديفيكيشن اسمها موديفايد دي، اسمها العلمي ناتشرال برودكت انالوج أو سيمي سينثيتك كومباوند أو سيمي ناتشرال كومباوند. ماشي، هيا نص بنص. هذه المادة مطورة ولا مش مطورة؟ مطورة، محسنة، هي نسخة طبق الأصل من الناتشرال برودكت لكنها نسخة مطورة. أليس هذا نيو ديزاين؟ يس، ذيس از ا نيو ديزاين. ما أنا بكون عندي ديزاين الطبيعة دي، عملت عليه تعديلات، بعد التعديلات شو أعطاني؟ النيو ديزاين. ماشي، ديزاين عدلت عليه أعطاني نيو ديزاين اللي هو موديفايد دي. آخر نوع من أنواع السينثيسز يا جماعة اللي هو سينثيسز of a new design with keeping SAR. شو القصة يا دكتورة؟ شو قصة هذا new design of keeping SAR؟ أقول لكم يا جماعة، بيجي هالميديسينال كيمست أو هالديزاينر بده يعمل synthesis، بيعرضوا عليه، أول ما بيعرضوا عليه بيعرضوا عليه ديزاين الطبيعة بيقولوا له أسكت جماعة الفايتون، دلوا على نبته بيحكوا له القصة which has an anti-cancer activity. عملوا الاكستراكت، تفضل اقرأ البيبرات اللي نشروها عن هاي النبتة، نبتة من عائلة أستراسة، نبتة من عائلة ليموناسة، نبتة من نبتة من هذا انتوا اخذتوا العائلات بالفارماكوجنوزي. ماشي، وطلعوا الاكستراكت تبعها وعملوا له سيباريشن وطلعوا الكومبوننتس وعرضوا الكومبوننتس كلياتها ونشروها كلياتها. الكومبوننت دي هذا إلو أنتي كانسر أكتيفيتي. شو رأيك يا ميديسينال كيمست نبدأ المشروع لدراج ديسكفري سوا؟ شو رأيك يا ميديسينال كيمست ونعمل سينثيسز لبيور ناتشرال برودكت دي؟ يقوم هذا الميديسينال كيمست يقول سوري، ليش مش عاجبك؟ لا، هو مش قصة مش عاجبني، الطبيعة على عيني وراسي، لكن أنا ما بدي أعمل ديزاين الطبيعة. لاحظوا يا جماعة إنه دي هذا مش ديزاين الإنسان، هذا ديزاين البلانت، وصنعته البلانت بمصنع رباني حطوا ربنا فيها. هل إحنا عنا هذا المصنع؟ هل إحنا عنا هذا المصنع؟ لا، إحنا عنا مختبر أبحاث الكيمياء الدوائية، تفضل أدخل واصنع زي ديزاين النبتة. بصير يقول يا جماعة مع احترامي الشديد للطبيعة ولديزاين الطبيعة، لو سمحتوا ما تفرضوش علي ديزاين الطبيعة، ما بدي أعمل ديزاين الطبيعة ولا بدي أرقع من وراء ديزاين الطبيعة، بديش أرقع وراها، ما بديش أقعد أعدل وأطور في الديزاين وأخفف السايد إفكتس. لعد شو اللي بدك إياه؟ بدي أعمل ماي أون ديزاين، بدي أعمل نيو ديزاين الطبيعة ما فكرتش فيه ولا عملت ولا نبتة ولا عمله ولا بني آدم قبلي. This is a new design. I will synthesize a new design with keeping SAR. طب شو قصة هذه with keeping SAR؟ خلوني أوضح لكم الفكرة. بيقولهم الميديسينال كيمست أو الديزاينر اللي هو نفسه ديزاينر، بيقولهم يا جماعة هلأ مش التارجت ديزيز هو الكانسر؟ نعم.
ومش هاي المادة أو يعني بترتبط بتارجت معين من تارجتات الكانسر؟ نعم بترتبط بتارجت معين من تارجتات الكانسر. طيب هلا أنا حطيت في بالي تارجت معين من تارجتات الكانسر، طيب وهذا التارجت إما هو إنزيم أو بروتين ريسبتر، طيب وهذا الإنزيم أو البروتين ريسبتر لديه أكتيف سايت أو بايندينج سايت، صح؟ صحيح. أي بايندينج سايت في الدنيا أو أكتيف سايت مش إله سار؟ إله سار، خلص أنا رح أفصل على قد البايندينج سايت أو الأكتيف سايت، هاي اسمها البايندينج بوكيت، رح أفصل على قدها ديزاين، نيو ديزاين، لا طبيعة فكرت فيه وصنعته قبل هيك ولا حدا قبلية فكر فيه يكون نوفل، with keeping سار مع الالتزام بالسار. أوكي؟ بصير ولا ما بصير؟ بصير. يعني أنت لا عجبك الطبيعة ولا عجبك الأنالوج، ماشي، لا عجبك ناتشرال برودكت ولا بدك أنالوج، بدك نيو ديزاين with keeping سار. Yes, this is it. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هذه هي أنواع، انظر إلى أنواع synthesis of a new molecule، مين فيهم النوع الذي يعتبر في ديزاين؟ مين النوع الذي يعتبر فيه بقدر أحكي عنه drug design؟ طبعا مبينة النوع الثالث بس، والنوع الثاني ما خطرش في بال حدا، إنه synthesis of natural product analog ممكن يكون design؟ نعم هنا الديزاين، بينما synthesis of natural product ليس drug design، لأنه أنت بتعمل synthesis لديزاين الطبيعة. إذن البند الثاني والثالث هذا اسمه drug design. عرفتوا يا جماعة كيف يبدأ مشوار الدراج ديسكفري؟ ومين بيبدأ مشوار الدراج ديسكفري؟ الدراج ديزاينر والميديسينال كيميست هم اللي بيبدأوا مشوار الدراج ديسكفري، إما synthesis of pure natural product، إما synthesis of natural product analog، أو synthesis of a new novel design with keeping sulfur. هدول هم الثلاث أنواع. النوع الأول ليس ديزاين، هو medicinal chemistry، والهدف من النوع الأول هو تحضير يعني كميات كبيرة، منسميها large scale، تحضير كميات كبيرة من الactive ingredient اللي في النبتة في البلانت اللي معروف عنها أنه عندها anti-cancer activity. عرفتوا يا medicinal chemists وعرفتوا يا drug designers أين موقعكم من الإعراب؟ أنتم في الصدارة، أنتم اللي بتبدوا المشوار، إيه؟ اللي من غيركم ما بكمل المشوار، أصلاً المشوار كيف يكمل وهو أصلاً ما بداش؟ مين بيبدأ مشوار الدراج ديسكفري والدراج ديفلوبمنت؟ مين؟ الميديسينال كيمست والدراج ديزاينرز. أوكي؟ نصيحة أخيرة يا جماعة، إذا لفت الأيام ودارت الأيام بينكم وحبيتوا تشتغلوا في مجال الأبحاث الميديسينال كيمستري، شوف أصعب أبحاث الميديسينال كيمستري هي synthesis of natural product، وأنا بحكي معاكم عن خبرة synthesis of natural product. إيش معنى دكتورة؟ يعني إذا أنت بتدور على السهولة وعلى السرعة إنك تخلص عليك بالبند الثاني والثالث، لكن إذا مش فرقة معاك وناوي تبلط سوء يعني وحابب بتقعد سنين وكذا، لأنه ديزاين الطبيعة ما في حدا بيقدر يصنعه إلا النبتة، وإنت ما عندك مصنع النبتة. ديزاين الطبيعة من أصعب الديزاينات إنه الميديسينال كيمست يصنعها. أما إذا أنت في ناس بيقولوا لا يا جماعة فيش إشي صعب، ما في إشي صعب، إحنا قد التحدي، والله وكفو، صحيح في ناس بتقول لك إحنا قد هوي قدود
والله ورح نضلنا ولا ديزاين الطبيعة لنصنعه، مش الطبيعة اللي تغلبنا، إحنا اللي نغلبها. لكن إذا بتدور على السهولة واليسر عليك بالبند الثاني، واللي أسهل منه البند الثالث. أنا بهيك يا جماعة أنهيت محاضرتي، وإن شاء الله بشوفكم على خير وسلامة الأسبوع القادم. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.